شو كيف قوام الكريمة؟ خيال. أحلى شيء تصلحونها قبل بيوم كده، تاكلونها بارد، تصلحيها قبل تنامين، دخليها ثلاجة، شيء ولا بالخيال. كاس ونص لبنة، وكاس ونص حليب سايل، وكاس ونص حليب مكثف محلى، وبيضتين، وفانيلا، كلهم بالخلاط. بدأ يتكرمل السكر، لما يتكرمل كامل أحطه بصينية الكريمة. الحين كذا خلاص تكرمل السكر، كيف؟ بس أحطه بصينية الكريمة، بحطه بصينية الكريمة، بعدين نحط طبقة الكريمة. يلا كل المقادير مع بعض بالخلاط. صينية نصب موية بحمام مائي. خلاص الحين كذا أحط صينية الكريمة حمام مائي ودخلها الفرن. ولعت الفرن من تحت على مدة 45 دقيقة على 170 درجة الحرارة. شوفوا قوامهم على الجنب، خلو أوريكم القوام. خيال. يامي، لذيذة لذيذة لذيذة. تعرفون سان سبستيان زي كذا، بس إنه القوام مرة يختلف، بس لذيذة، شيء خرافي، لازم تجربونها. ما يطلع رمضان لازم تجربينها.